السلام عليكم اعزائي عزيزتي، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كرواسطه بجميع المراحل ديالها، من العجين المرق الناجح 100% حتى كنحاول نضيف بشويه بشويه الماء، وانا كنجمع هذا العجين خصو يكون قاسح، يعني ما يكونش نهائيا رطب باش نتحكمو في العجين كيف بغينا. حنت هذا العجين المرق اللي غادي نخدم معكم اليوم غادي نخدمو بتقنيه ديال المخابز، ولكن ما يحتاج يعني بطريقه بسيطه، ما يحتاج اننا نبداو ندخلوه للثلاجه حتى يوقف 15 دقيقه ونعاود نخرجوه ونعاود نهائيا غادي نخدموا المراحل كلها كيف غادي تشوفوا معايا، يعني متابعين ما يحتاجوش نهائيا ندخلوا هذا العجين للثلاجه. انا كيف كتشوفوا كنضيف قطيره بقطيره ديال الماء باش من العجين نتحكم فيه وفي القوام ديالو. كنحاول ندخل الكميه اللي ضفت فيه ديال الماء باش يبقى هكذا قاسح كيف كتشوفوا. هنا في هذا الاثناء غادي نحطوا على رخام علاش غادي نخدم، وغادي ندلكم مزيان حتى يدخل ليا المكونات مع بعضياتهم. هنا كيف كتشوفوا بعد ما دكت العجين مزيان، يعني 5 دقائق تقريبا 4 دقائق 5 حتى كترطب لي العجينه. العجينه كيف سبق لي ذكرت تكون قاسحه باش تساعدني على الخدمه وتعطيني نتيجه يعني تكون في الاخير مرضيه ورائعه. كيف كتشوفوا العجين هنايا القوام ديالو كنوريه لكم قاسح، يعني قاسح ما امكن باش انا نتحكم في هذا العجين. هذا العجين المورق كيف سبق لي ذكرت بكل سهوله غادي ينجح لكم وغادي يعطيكم نتيجه رائعه كيف غادي تشوفوا معايا في الاخير. غادي نشكل معكم به كرواسه وغادي تشوفوا النتيجه الرائعه اللي كنحصلوا عليها. في هذا الاثناء غادي نبدا نسرح العجين بلا ما يسترح. غادي ندير واحد الرشيشه ديال دقيق الفورس كيف كتشوفوا، وغادي نستعمل هنايا مدلك لانه العجين نسرحو. غادي نخدمه بشكل طولي، يعني بشكل هذا الرخامة كيف كتشوفوا، يعني شكل مستطيل ما نتعذب معاه ما والو، يعني الشكل اللي عطاني فقط نسرحو باش نوضع ديك الكميه ديال الزبده في الوسط. وغادي تشوفوا كيف غادي نجمعها، تبعوا معايا هذه المراحل من الاول حتى الاخر وتعطيكم نتيجه رائعه ومرضيه. هنا كيف كتشوفوا غادي نسرحها، هاد الزبده خرجتها من الثلاجه من قبل وخليتها في الحراره ديال الغرفه باش تكون هكا لينه، وغادي نوضعها كيف كتشوفوا فوق العجين. هنا كنسرحها بهذه الطريقه في الوسط. ممكن تستعملوا الزبده اي نوع عندكم حتى ديال الاكل، غير هي ما يكونش فيها نسبه ديال الماء كثير باش توقف لكم في الخدمه وما تحتاجوش انكم تدخلوها للثلاجه. الا كنتو غتستعملوا
يعني زبدة حيوانية عفوا، ضروري خصها تدخل شي شوية الثلاجة. هادي نباتية ما تحتاج انها تدخل، كتشوفوا جمعناها بكل سهولة جمع ثلاجة جوانب. هنايا غادي نوضع القليل من الدقيق دائما قليل باش ما نكثرهاش، وتخلي لي الطرق ديال العجين واضح وباين. هنا غادي نخدم العجين بلا ما يستراح بلا موال، يعني دائما ما يحتاج اننا ندخلوا للثلاجه لوان، يعني مرحله تبع مرحله نفس المراحل بلا ما نقطع لكم لا فيديو لا والو. هنا كيف كتشوفوا كنورق بشكل طولي، وكنحاول العرض ديالو نديرو على القياس ديال الرخامه اللي عندي على شكل مستطيل. العجين يعني ولو قاصح كيعطيني طعم في الخدمه ما كيعذبنيش. كنتني الجزء الاول هنايا الطريقه اللي كندير بحال كندير دوبل، يعني بحال جوج طويات في جوج طويات، يعني ها وحده ها جوج. غادي ندير هذه العمليه ثاني كيف غادي تشوفوا معايا المره الثانيه، وغادي نعاود نديرها المره الثالثه. صافي يعني هادو جوج المرات هي سته المرات، يعني هادي جوج المرات، يعني هنا تما دوبل كيف كتشوفوا. ما كنخليها ترتاح، ما كتخرج ليا الزبده من الجناب، ما حتى شي حاجه. غادي نسرحها ثاني كيف كتشوفوا بشكل طولي، غتاخد هذا الشكل ديال الرخامه على شكل مستطيل. غادي نثني ثاني الطرفين والطرف الاخر، ونعاود نثني الطرفين بجوج على بعضياتهم. هذاك هو التور رقم جوج. هنا كيف كتشوفوا معايا تنحل واحد شويه داك التور اللي درت، يعني دوك جوج طويات اللي طويتهم على بعضياتهم كنعاود نحلهم بالمدلك بلا ما ندخلها للثلاجه، كنركز عليها بلا والو، يعني ما كتاخذ لكم لا مجهود لا وقت، وكتعطيكم نتيجه رائعه مرضيه في اقل وقت بلا ما نحتاجوا اننا نخرجوا من الخبازات ولا نكلفوا راسنا. هنا كيف كتشوفوا كنسرح العجين بهذه الطريقه، كتشوفوا هنا راه بدات الزبده كتبان لكم كتوزع في الطبقات ديال ورقه العجين من الداخل. هنا كنتني بنفس الطريقه، كنتني التنية الاولى التنية الثانية، وكنعاود دوك جوج تنيات كنلصقهم مع بعضياتهم، وكنعاود نثنيهم على بعضياتهم هذوك جوج تنيات. هذه المرحلة كيف كتشوفوا معايا نفسها تقريبا نفس الطريقة. هذه المرحلة الثانية نفس الطريقة غادي نديرها في المرحلة الأخيرة والثالثة، هي ستة يعني جوج مرحلات في جوج. هذه المرحلة الأخرى غادي ندير عليها قليل من الدخان، يعني رشيشة خفيفة باش ما يلصقش لي العجين في سطح العمل، يعني في هذيك الرخامة اللي كنخدم عليها كنخدم بهذه الطريقة. كيخرجش لي نهائيا الزبدة اللي كاينة في الوسط كيف كتشوفوا، نحاول نساعدها باش ما تلصقش لي. داكشي اش كنقول لكم ترشوا واحد القليل ديال الدقيق باش ما تلصقش. كنحاول نعطيها الشكل ديال الرخامه باش تجي سهله في الطي. هذه المرحله هي الاخيره، من بعد ما كنخليهاش ترتاح فورا كنخدم بها. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الزبده هنايا موزعه، كتبدا كتبان لكم موزعه تحت طبقات ديال العجينه اللي غادي يجيو من بعد هذوك الطبقات مرقين ورقة على اختها. انتم كيف كتشوفوا هنا العجين كيبان لكم موزع داخل مزيان، كنعذبوش راسنا نبقاو كنورقو ولا، فقط كنسرحوها بشكل طولي دائما بهذاك الشكل اللي وريتكم وبنفس الطريقه. هنا كيف كتشوفوا هانتوما الزبده موزعه بطريقه تقريبا متساويه الداخل ديال العجين. هنا دائما كنأكد على الاطراف باش يبقى العجين مورق تماما، كنخدم بهذه الطريقه كنعاود نثنيها بنفس الطريقه. هذا جوج تور اخرين اللي هما دابا سته، دابا العجين اصبح جاهز باش نخدمو به، يعني هذه المرحله الثالثه والاخيره. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نخدم بها مباشره، غادي ندير عليها واحد القبيصه ديال الدقيق
الفرص، وغادي نسرحها قدامكم ونقطعها باش نوريكم الطريق ديالها كيف جا، باش من بعد عاد غادي نخدموا بها كرواسه. شوفوا كيف عطاتنا النتيجه. هنا كنسرحها بهذه الطريقه، خدمت بهذه الحراره اللي كتشوفوها الان، يعني سخونه وفي المطبخ، ولكن ما استعملتش الثلاجه نهائيا في هذا العجين. داكشي علاش في الاول قلت لكم تكون العجين شويه قاصحه باش نتوما تخدموها بالطريقه اللي بغيتو، وكيبقى لكم الطرق كيبان يعني رائع وواضح، وكنحصلوا على نتيجه يعني ديال المخابز او احسن كيف غادي تشوفوا معايا. ما بذلناش فيها مجهود كبير ولا مكونات كثيره، كتشوفوا معايا كنحاول نعطيها شكل يعني زوين. كنتاكد بلي ما ملتصقاش ليا، وكنحيد الفائض ديال الدقيق. هنا كيف كتشوفوا غادي نقطعها تقريبا على ثلاثه ديال، كيف كتشوفوا هنايا العجين كيبان لكم، عفوا الزبده كتبان لكم موزعه داخل داك العجين، كيعطينا الفويتاج ديالها واضح. هنا كيف كتشوفوا غادي نقطعها بسكين، وغادي نوريكم الشكل كيف جات. هنا كيبان لكم الفويتاج ديالها، يعني التوريق ديالها كيبان واضح. غادي نعاود نقطع القطعه اللي بقات على جوج. هنا طريقه احتفاظ البنات كتبقى سهله، فقط غادي ناخذ قطعه كيف كتشوفوا هنا الفويتاج واضح. نقرب لكم البنات كيف كتشوفوا التوريق كيجي رائع وسهل، ما بدلش منا مجهود، ما احتاجناش اننا نبداو كندخلوها للثلاجه ونخرجوها ونعاود ندخلوها نهائيا. يعني المرحله كانت متواصله من العجين حتى للطرق وحتى للتشكيل، ما احتاجناش وقت طويل، وقت وجيز شكلناها. باش نحتفظوا بها كيف سبق لي ذكرت، غادي ناخذوا سلوفان كيف غادي تشوفوا معايا من بعد، وغادي نضعوها فيه وغادي نحطوها في المجمد. داكشي علاش قطعت على قطع صغيره باش نشكل الكميه اللي بغيت، نحتفظ بالكميه اللي بغيت. كيبقى هذا الفويتاج ديالها والطريق واضح بعد تشكيل العجين، حتى بعد ما نخرجوها من الكونجيلاتور ونبغيو نستعملوها مره اخرى كتبقى كيف خدمناها، يعني بحال يلا صوبناها. هنا غادي نجيب السلوفان وغادي نوضعها فيه، كل وحده نوضعها بوحدها، يعني الكميه اللي بغيت في كل مره نخدم بها هي اللي غادي نوضع السلوفان. غادي نجمعها بهذه الطريقه من الجنب باش ما يدخلش ليها نهائيا الهواء، وصح ليا القشره من الفوق ولا دير ليا قشره قاصحه من فوق العجين. هانتوما كتشوفوا الفويتاج ديالها رائع. غادي نقطع من الجانب بهذه الطريقه، نحتفظ بها في المجمد ما كيوقع لها حتى شي حاجه، حتى نهار كنبغيها وكنجبد القطعه اللي محتاجها وكنخدم بها. هنا غادي نحتفظ بالقطع الاخرى، غادي نشكل بهم كرواسه امامكم دابا بطريقه بسيطه وكتعطينا نتيجه رائعه. ومرضيه هنا كيف سبق لي ذكرت العجين المورق اللي حصلت عليه، حطيتو لكم هنا في طبق التقديم باش تشوفوا الشكل ديالو، ما كيوقع له والو، ولو يبقى في حراره المطبخ مده طويله كيبقى الشكل ديالو كيف ما هو، يساعدنا على الخدمه سهل رائع. شوف التوريق ديالو كيف جا رائع، وبطريقه بسيطه وناجحه بحال ديال المحترفين تماما. هنا غادي ناخذ قطعه من هذوك القطع ثلاثه وغادي نسرحها بهذه الطريقه، يعني نفس الطريقه شكل طولي على شكل رخامه، يعني شكل مستطيل. ما غاديش نورقها بزاف حتى يبان لي السطح، يعني نورقها فقط باش نحصل على عجين مسرح قد ليا بالشكل ديالو. هنا كنسرح بشكل طولي هو الاول، عاد من بعد كنحاول نسرح واحد شوي بشكل يعني عرضي كيف كتشوفوا معايا الان، حتى كنحصل على هذا الشكل ديال العجين. كنتاكد باللي ما ملتصقاش ليا العجينه في سطح العمل باش من نشكلها كيف كتشوفوا، نحاول نقد لها الجوانب باش يجي شكل الوصفه
شكل واحد. هنا نشرب واحد القليل من الدقيق، ما نكثروش، باش دائما نحافظوا على العجين ديالنا كيف ما شكلناه من الاول. هنا كيف كتشوفوا كنحل الحله اليدوي فقط، وكنساعد العجينه باش ما يخسرش ليا الشكل ديالها. هنا كنسرح المدلك مزيان، ما نرققتهاش كيف سبق لي درك. ذكرت غادي نقد لها الجوانب، نحصلوا على نفس القياس ديال العرض ديالها، يعني السمك ديالها ما يكونش عريض، تقريبا واحد المليمتر. غادي ناخذ سكين ديال المطبخات يكون صغير كيف كتشوفوا، غادي نشكل بهذه الطريقه كيف كتشوفوا معايا. غادي نقطعها عرض، يعني داك المستطيل اللي ورقت غادي نقطعو عرض. غادي ناخذ شكلات يعني اللي طويل ديال الكرواسا، غادي نشكل بهذه الطريقه. ولو هذه ديال الجوانب اللي كتجي شويه يعني العجين ما كيكونش 100% مستطيل، حتى هي ما نضيعوهاش، كنخدموها هي الاولى العجين في الجوانب. كنوضع القطعه الاولى ديال الشوكولات كيف شفتوا، كنوضع الثانيه وكنثني. دائما البلاصه المحلوله كنوضعها كتشوفوا معايا هي اللي لتحت، بهذه الطريقه هي اللي كنحط عليها العجين في الطاوله كيف غادي تشوفوا معايا. غادي نعاود نوريكم واحده اخرى باش تشوفوا التشكيل ديالها كيف داير. غادي نوضعها في الطاوله اللي غادي تدخل الفرن، وغادي نرجع نشكل معكم واحده اخرى كيف كتشوفوا معايا. غادي ناخذ الشكلات غادي نوضعو، نحاول نوضعو شويه في الجوانب. غادي نثني عليه العجين، وغادي نوضع واحده اخرى فوق العجين، وغادي نثني بنفس الطريقه. ما كنضغطش على العجين بزاف، فقط باش يتشكل المستطيل كيف كتشوفوا. غادي نثني العجين، ودائما نحطو على البلاصه اللي محلوله من العجين. هنا كيف كتشوفوا الطرق ديالو واضح وباين جرائع الطرق، غادي نحطو هكا في الطاوه يعني على الجهه اللي محلوله، غنحطو هكا باش من بعد منين تكون كطيب غادي تسد ليا من تحت. كنحصل على هذه الطريقه طرق واضح، والفشوه ديال الشوكولات باينه رائعه. هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نشكل الكميه اللي عندي كلها. هي غادي نوضعها الصينيه ديال الفرن، من بعد غادي ندهنها بالبيض كيف غادي تشوفوا معايا. فقط وضعنا فيه يعني يا نديرو معلقه ديال الماء الزهر فيه، ولا نديرو فيه معلقه ديال الخل، ولا معلقه الحليب، ولا راس معلقه ديال النسك عفوا قهوه سريعه الذوبان. فقط السفوره ديال البيض ندهنوا به، انا استعملت البيض كامل يعني بيضه كامله استعملتها باش دهنت هاد الكرواسا. غادي نسخن الفرن سخن مزيان، وغادي ندخلها الفوق يكون فرن مجهد في الاول باش داك الطرق ديال الزبده اللي درنا في وسط العجين، يعني هاد العجين المرق يبان هذاك الفويطاج ديالو في الوسط. حنت الى دخلناه وخلينا الفرن يكون مهيل ما كيوضحش لينا مزيان هذاك الفويطاج. هنا كيف كتشوفوا بهذه الطريقه شكلته، كيبان لكم هنا الطرق ديالها رائع. غادي نكمل الكميه كلها هي اللي عندي، غادي نوضعها الصينيه ديال الفرن كيف كتشوفوا. غادي نكمل القطعه الاخرى حتى نعمر الطاوه ديالي اللي غادي تدخل الفرن، وغادي نرجع معكم. غادي نحاول من بعد ما نوضعهم نضغط عليهم شوي باش يتسدوا من التحت. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، هنا كيف كتشوفوا ما احتاج لا تخمر، لان ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، لا ترتاح لا والو. هنا البنات اللي غيسولوني على الشكلاط، هذا النوع هو اللي استعملت ديال كرواسا، يعني شكل طولي. الا ما عندكمش ممكن تستعملوا العادي وتذوبوه. هنا من بعد ما كملت اللطا ديالي دهنت يعني هاد الصينيه ديال كرواسا بالبيض اللي سبق لي ذكرت، زدت فيا معلقه ديال الحليب، يا معلقه الخل، يا راس معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. دهنت هاد الكرواسا كامله من الفوق. في هاد الاثناء
شعلت الفرن باش يسخن مزيان، غادي ندخلها لفوق حتى تطيب ليا من التحت وتحمر، عاد نزلها لتحت تاخذ ليا الشكل الذهبي اللي غادي نحصل عليه اللي غادي يجي رائع. في هذه الاثناء نخليها طيب ونرجع معكم باش نوري لكم في طبق التقديم. عفوا، هنا من بعد ما خرجتها من الفرن هذه النتيجه اللي حصلت عليها، كيبان لكم الطرق ديالها رائع، الشكل ديالها اروع، اللون ديالها ذهبي غزال كيشهي. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الا تبعتوا المراحل كيف سبق لي ذكرت من الاول حتى الاخر هذه العجينه المورقه، يعني هذا البات فوتي، صدقوني غادي تنجح معكم من اول تجربه لانها جات رائعه. الشكل ديالها جا مورق، المذاق اروع ما يكون، احسن من ديال الزنقه، يعني عرفنا اشنو فيها. هنا كيف كتشوفوا الطرق ديالها كيجي رائع، اللون من الفوق كيجي ذهبي، الفويطاج ديالها واضح. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار، لانها كتجي لذيذه ورائعه وبطريقه مبسطه وحرفيه وبصحه وراحه.